القضية البيضاء، يمكن انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح. صار في كتير شيرات عليه. حالة مميزة، حالة إنسانية، هي رسالة إنسانية يمكن لكل الناس. خلينا نروح نشوف مين ضيفنا وبنرجع. اسمي صادر عيسى وأنا طالب طب أسنان سنة ثالثة، وأنا عندي والدي عنده متلازمة داون. طبعا هو كان أب وزوج ورب أسرة لمدة 21 سنة، وطبعا هذا الشيء تحدي بالنسبة لكتير عالم، وكتير عالم ما بتقدر تحققه، بس بالنسبة له كان شيء سهل. الطفل اللي راح يكبر بحضن إنسان راح يكون عنده كل الحنان والحب اللي ممكن أي حدا يقدمه، وهذا الشيء بالنهاية راح يؤدي لأنه لما هذا الشخص يكبر راح يكون عنده توازن عاطفي واجتماعي، ويكون قادر يحقق أي شيء بيتمناه. بالنسبة لي أنا لو كنت قادر أختار مين بيكون والدي، فأبدأ أفكر بأي إنسان تاني غير هو، وأنا فخور فيه مثل ما هو فخور فيني. لمدة 21 سنة كان هذا الشخص اللي عنده متلازمة داون أب ل طفل صغير، حاول يشتغل يتعب على حاله يشتغل بأي شيء ممكن لحتى يأمن له حياة طبيعية مثله مثل أي طفل آخر. خلال دراستي كان هو الداعم الأكبر، كان من ناحية اقتصادية أو من ناحية نفسية أو من كل النواحي. وبفضل دعمه يعني لما تشوف إنسان بينظر للمجتمع على أنه إنسان مستضعف أو إنسان عالي على المجتمع، عم يشتغل ويتعب ويحاول يعمل كل شيء بيقدر عليه لحتى يأمن لي اللي أنا محتاجه وأنا صغير وماني قادر أوفره لحالي، فإجباري هذا الشيء رح ينتج عنه أنه أنا رح أحاول أكون أحسن حدا ممكن كرمال هذا الشخص اللي تعب علي وأنا صغير، يشوفني لما أكبر ويفتخر فيني. وأنا حالياً عم أشتغل على هذا الشيء. مادية هي أبا منه، أخذتها هي أبا منه. أنا أكبر منه بثلاث سنين. حكي إلي وإليك. هلأ علاقتهم مع بعض هي علاقة طبيعية بين أي زوجين، ممكن يختلفوا بعض الأحيان، ممكن يتفقوا بأحيان تانية. حياة طبيعية، حياة مليانة محبة وبساطة وتواضع من كل النواحي، فالطفل بهاي البيئة أكيد رح يكون منتج وما رح يأثر بأي شيء بيخص هدول الشخصين، ورح يحاول يعمل أي شيء لحتى يظهر هدول الشخصين بأفضل صورة ممكنة ويغير نظرة المجتمع إن كان مو المحلي أو العالمي لهي القصة. في مواقف اللي أنا بفتخر فيها إنه لما بيكون عم يتعرف على حد جديد، أو من أول الجمل بيقول أنه أنا ابني دكتور، فبتشوف بعيونه نظرة الفرح اللي ما بتنوصف، أنه كأنه عم يقول بطريقة غير مباشرة أنه أنا اللي عندي متلازمة داون قدرت ربي هذا الصبي وأقدر أعمل يعني عملت اللي بيقدروا عليه لحتى يتعلم ويصير طبيب يعالج الناس، وأنا فخور فيه. كان يشتغل ولا زال يشتغل بطاحونة أو معمل برمل جنب بيتنا، بيشتغل فيه من قبل حتى أنا مع أولاد، وبرغم من أنه صاحب المعمل ما في أي قرابة عائلية إلا أنه بيعتبره كابن ثالث له، وبيهتم فيه وبيقدم له كل شيء بيحتاجه. هلأ علاقات الاجتماعية يعني بتتسم بالبساطة والمحبة البحتة، لأنه ما في أي كره عنده، ما في أي تحيز أو حقد لأي إنسان، بالعكس يعني ما في بقلبه غير الحب، وبالمقابل يعني بما انه ما في بقلبه غير الحب فكل الناس بتحبه وبتحترمه وبتعامله كأي انسان عادي. بالنسبة لكثير ناس ممكن تكون فكرة انه تكون مرة حامل بطفل عنده او جنين عنده متلازمة داون ممكن تكون هي أسوأ فكرة او أسوأ سيناريو ممكن تتوقعه. كثير ناس ممكن تلجأ للإجهاض، أنا لو كانت ستي مقتنعة بهاي الفكرة ما كنت أنا هلا موجود بيناتكم.
ليا يعني ضيفنا عرفنا كلياتنا واكيد مشاهدي الاخباريه السوريه تابعتوه على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وحبيتوه وعملتوا له شيرات واعجبتوا فيه، واكيد جمال الخلق لازم يجتمع مع جمال وحلاوه الصوت. ونستضيف معنا صوت هو ابنه قريه عين البيضاء خريجه المعهد العالي للموسيقى عام 2007 وهي استاذه صف الغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقى أيضا، كان لها مشاركات عديدة في أهم المسارح بالإضافة إلى أغانيها الخاصة أكيد كمان يلي انتشرت كتير وحبيتوها ودندنتوها كتير. يسعد صباحك ليندا بيطار. يسعد صباحكم. وأكيد الدكتور صادر عيسى، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم ببداعتنا بداعة البيضاء. صباح الخير. يعني أكيد بنت ضاعة البيضة وهلا هيك باحتفاليات الأعياد، يعني أكيد نتشكركم على هالاستضافة. ما في أحلى طبعا من الصباح يكون ممزوج مع الصوت الدافي هيك لحتى يحلى صباحنا ولحتى تحلى قعدتنا أكثر. إجا الكلب؟ لا لا لأنه أنا خايفة أنا لأنه يمكن أنا من شوي هيك صرت أعمل. ليندا وصادر صباح الخير. صباح دكتور، أهلا وسهلا فيك. ليندا بالبدايه يعني كل سنه وانت سالمه. انت سالمين يا رب، ينعاد عليك بالف خير. ينعاد عليك بالف خير. دائما بس تفوتي على البيضة شو هي الغنيه هيك اللي بتخطر لك؟ يعني بس يشوف الواحد ذات يلا ايوه شيء عبريلي قولي لي فورا شو بنسمع منك بس يشوف الضيعه شو عم طلع دقيقه دقيقه بس لا عطلال الشمس المنسي على ورق الدلب الأصفر نطيرونا على شوي شوي وتصير الدنيا تسهر وبكروم الدين ينده تشرين يا حبيبي دخلك يا طير الوروار ورحلك من صوب مشوار وسلم لي على الحبايب خبرني بحالن شو صار. برافو. يسلم هالصوت ليا، في احلى من هيك صباح يعني؟ ما ضل احلى. والله عم نقول ليندا منين جايبه حلاوه هالصوت؟ اكيد من حلاوه عين البيضة. المكان. من البيضة 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 في عين في عين البيضة؟ احنا جايين على الطريق لهم عين البيضة يقولوا لي البيضة مصرة. هلا لك بننزل على العين بنشرب كاس شاي هيك لازم رح ننتقل لعند الدكتور ونحكي شوي عن هي الفكرة اللي طرحتها على السوشيال ميديا. يمكن انت تابعت على وسائل التواصل الاجتماعي حجم التفاعل والمحبة والاحترام إليك، خلينا نحكي كيف طلعت الفكرة ببالك؟ أوكي، هلأ الفكرة يعني إجت منا ومن جمعية السورية للتنمية الاجتماعية اللي كانوا معنا من شوي ضيوفنا أكيد وهي الفكرة الأساسية لأنه هاي الحالة نادرة من الناحية الاجتماعية والناحية العلمية، فحبت جمعية أنه تضوي على هذا الشخص وعلى قدرات الإنسان عنده مثل لازم داون على انه يعيش حياه طبيعيه ويجيب اولاد ويربي ابنه باحسن طريقه. فاكيد اجت الفكره من ندره هاي الحاله من الناحيه الاجتماعيه والعلميه. نعم، يعني ليندا انت اول الناس شيرتي قصه صادر ووالده يلي عنده متلازمه حب، خلينا مثل الهاشتاج يلي انتشر على السوشيال ميديا متلازمه حب. يمكن هو عن جد يعني بس تعرفي له جهاد لابوه ما اجى كان يعني نقول له سلامتك. انا بقول جهاد لانه جهاد نحن يعني ربينا كان هو معنا يعني عرفتي كيف؟ فعن جد بس تتعرفي على شخصيته فعلا ما بيلبق له غير كلمه حب لانه هو مو لانه ابوه لصادر وصادر قاعد، هو حدا بيلتقى يعني بيلاقي كل الناس بكل محبه. يعني انا وقت امرق من جنبه مثلا يكون لي زمان ما اجيت على الضيعه كثير بحب سلامه ولهفته. فعلا كثير لابقى كلمه متلازمه حب لجهاد تحديدا. اكيد ان شاء الله هيك بدنا يكون عم يحضرنا صادر. يعني خلينا نحكي يمكن عن هي الحاله اللي هي كثير من الشباب يمكن كانت عبره لالهم، حاله يمكن التعايش مع والدك وكيف انت يمكن فخور فيه ونحن فخورين بتربيه انشات شاب عم يدرس طب. يعني خلينا نحكي عن هاي الحالة. أوكي، هلا الحالة يعني الشيء الأساسي هو الدعم من العائلة والدعم من المجتمع، هذا الشيء اللي بيساعد بشكل أكبر على إنه يتحقق التوازن الاجتماعي والنفسي عند هذا الشخص.
لولا هيك كان الموضوع رح يكون أصعب بكتير. فلولا الدعم من المجتمع بالضيعة والدعم الأهل كان هذا الشيء صعب كتير. أكيد ليندا، نحن مثل ما بنعرف يمكن أول مرة بتكوني بلقاء تلفزيوني من قلب ضيعتك، خلينا أول شيء شو حاسة؟ والله خايفة، بتعرفي مشان ما بخافك. لا إنه هلا بدك تصيري يعني أنت، يعني أنا بشرفني عن جد، بشرفني إنه مثل ضيعتي اللي أنا عن جد كثير بفتخر بانتمائي لها وبفتخر بكل شخص فيها. فبس عن جد في لها وهره كثير انه يعني بحس حاله ايه الواحد بده يمثل. انا واثقه كلهم عم يقولوا ليندا من عنا. بتشرف، انا اللي بتشرف اكيد. وما في هلا في فتره العيد، انت دائما من انت وصغيره دائما يمكن بفترات العيد دائما هي الطقوس لازم نحن نكون بالبيضاء. اكيد طبعا طبعا، يعني انا ما بقدر انه يوم العيد ما نكون بالضيعه تحديدا، وتحديدا بالعيد الكبير يعني بالجناز وبالهيك، طقوس ضيعتنا مميزه جدا. فدائما او يعني اجباري قد ما بعدت فبدي يكون بهذا الوقت هون. فينا نقول شيء للعيد او يلا للعيد يلا. المسيح قام من بين الاموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياه للذين في القبور. حقا قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. الله بينعاد على كل السوريين بالخير يا رب. على كل المشاهدين أكيد. رح ننتقل نرجع لعندك صادر، خلينا نحكي شوي على الطفولة تبعيتك. يعني أكيد نشأت ببيت كله محبة، وصلنا من المقطع اللي وصل على السوشيال ميديا. طفولتك نحكي شوي على البيت، كيف ربيت، كيف كانت طفولتك، تعامل يعني الحياة هيك العيلة الصغيرة، الأب والأم والطفل الصغير. يعني هيك كنت تحس إنه بالمدرسة إنه أنا ليش البابا هيك وليش الأبهات؟ شوي إنه كان في دعم من المجتمع ودعم من العائلة، هذا الشيء ساعد بشكل كبير. خلينا دائما نذكره. فطفولي ببيت كله محبة وبساطة أكيد رح تنتج إنسان محب، إنسان يعني ناجح بحياته أكيد. حتى يعني يرفع رأس الأهل أكيد لازم واحد يتعب يكون أحسن شيء أكيد. وصادر يعني معروف من هو وصغير قديش فعلا هو محب كان لعائلته، قدي فعلا حامل على عاتقه هذا الشيء انه هو يكون كانه يعني ضمن عائله ما فيها اي اختلاف عن تمام اي عائله سوريه. تمام، اي عائله سوريه. ففعلا كان كل اهل الضيعه معجبين بهذا الشيء من هو وصغير. يعني يعني قديش حلو انه هيك كمان اولاد الضيعه يجتمعوا أكيد. على هذا هذا الحب اكيد, أكيد. ليندا، يمكن وجودنا بهذا المكان وبهي الطبيعه الجميله، خلينا هيك نستغل الفرصه ونحكي اكثر عن قريه البيضة يلي هي يمكن هيك تجولنا شوي بين الحارات، شفنا الطيبه، شفنا الحفاظ على اجواء الضيعه. هذا الشيء قديش يمكن مهم وقديش شو بيعني لك انك هيك حاله الريلاكس يمكن اللي هون موجوده؟ يعني انت شفتي ليا كلنا شفنا الحقيقه. يعني عن جد اجواء ساحره، ما في احلى من الارض. يعني وقت الواحد يرجع للارض اللي بينتمي لها، هي لحالها بتخليك تحسي بامان. يعني فكيف اذا كنت بين اهل ناسك اللي انت تفضلتي وحكيتي، اهلك وناسك الطيبين يعني. فأنا فعلاً وقت بدي حس بأمان وحس إنه أبداً ما بدي فكر بولا ضغط من الضغوطات الحياتية بشكل عام، أنا بجي لهذا المكان وبلجأ للأهل وللناس ولهي الطبيعة الخلابة. يعني ليندا، مثل ما حكينا بالمقدمة حضرتك عم تدرسي غناء، قديش اليوم هيك بتتابع المواهب اليوم بهي القرية، قديش بتساعديهم، قديش بتصلوا فيكي بدنا نغني بدنا نعزف؟ أكيد أكيد، يعني أنا عندي طالبات كتير، يعني كتير بفتخر فيهم كمان، وعم إن شاء الله هيك عم نحقق نتائج كتير منيحة وبيكون لهم مستقبل كتير كبير. بالإضافة لعدة ناس عم تقدم، يعني بدها تقدم على المعهد، فأنا بحضر البرامج اللي ممكن يقدموها. بتعرفي بتنبسطي إنه عنا هاي الطاقات الكبيرة وهي المواهب الكبيرة والأصوات الحلوة والأصوات الجميلة. يعني وحتى يعني من زملائي اللي بيعلموا عزف أو كمان بنحكي نفس الشيء، هاي طاقات هي اللي كل الأمل فيها لحتى فعلا. دائما سوريا ولادة، تمام، سوريا ولادة فعلا.
فعلا ولادي لكل الطاقات اللي انا برايي هي الامل الكبير ببكره وامل لحتى ترجع تعمر سوريا اكثر من قبل. اكيد. وبما انه عم نحكي عن الطاقات الشبابيه رح نرجع عند صادر. صادر اكيد يمكن كل حدا حلمه ما بيتوقف، فما بالك انت يمكن عندك متلازمه حب بالبيت. خلينا نحكي يمكن حلمك لوين بتطمح دراستك. انت طب اسنان سنه ثالثه حاليا. خلينا نحكي يمكن ما بعد شو هي خطواتك ما بعد. هلا اكيد كل طالب طب اسنان بفكر بالاختصاص بعد ما يخلص الجامعه والماجستير او الدكتوراه الى اخره. يعني بوجود دعم الاهل ان شاء الله ما راح اوقف عند تخرج الجامعه، اكيد راح اكمل دراسه. ما في تسافر ان شاء الله. ما ان شاء الله. طب صادر هيك او كحكوا لنا مثلا انه العم جهاد انت وقت نجحت ووقت سجلت طب اسنان هيك كيف عبر لك؟ كان في فرحه والله، مو بس منه، كان في فرحه من كل الضيعه. حتى بتذكر وقت الواحد يعني بيخلص بكالوريا فاجتمعت كل الضيعه يعني اللي بيعرفونا معرفه قريبه او معرفه بعيده كلهم اجوا باركونا بالنجاح وكان شيء كثير حلو. جابوا لك الطبل؟ مو بس طبل يعني. جبتوا له الطبل؟ كثير انبسطنا الحقيقه. يعني انا ما كنت بالضيعه بس واكيد وصلني الخبر انه صادر من على العالم للاوائل والمتفوقين. تمام، بينشاف الحال فيه الحقيقه. يعني يمكن حتى شفنا على الموقع الفيديو اللي انتشر، دائما والدك بيقول اول كلمه بس يشوف العالم ابني دكتور ابني طبيب. قديش هيدا يمكن محفزه او عاطيه يمكن هي الطاقه وهي الافتخار فيك، واكيد انت بتستاهل. رح نرجع لعندك ليدا، خلينا نحكي شو الجديد اللي عم بتحضري، شو المشاريع اللي عم بتكون هلا مثل ما قلنا موسم اعياد. اكيد في عده حفلات، انا حريصه دائما اكون متواجده بالمدن السوريه بالنشاطات بالمراكز الثقافية. عنا عدة حفلات وبالإضافة إلى أغنية جديدة عم تتحضر، أغنية شامية بامتياز. شامية يعني شامية 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 باللهجة الشامية البحتة. وفي عدة يعني عدة مشاريع إن شاء الله. ممكن يكون في مهرجان كمان قريبا بلبنان عم نحضر له يعني. نعم أكيد. تابعناك كمان من شهر تقريبا كمان برفقة المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي، بدنا نوجه له تحيه كثير كبيره ونقول له مبروك العماده. كمان كنتوا موجودين بحفل بلبنان ومثلتوا سوريا، خلينا نحكي عن هي الحفله. حفل بالاوركسترا العربيه اللبنانيه، اوركسترا الشرق عربيه. نحن تمت استاذ عدنان الحقيقه مستضيفينه هي خامس سنه، انا هي ثاني سنه، السنه الماضيه استضافوني وهي ثاني سنه. حاولنا نمثل قد ما فينا سوريا احسن تمثيل. غنينا صرت هلا انا مشلوشه مثلي مثلكم. لا مش الحال سنه. لا 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 صرت تمام. حاولت تكوني متعوده ليندا. لا انا والله هي الشغله تحديدا مو متعوده عليها. نرجع لحديثنا. خلص ما بيسيطروا على الوضع. لكن كيف بتعرفين فيه؟ يا ريت في كاميرا تقدر تاخذها. فحاولنا الحقيقه بهذه المشاركه تحديدا نغني كل الاغاني السوريه، فغنيت وصلي من التراث السوري، غنيت رقه حسنك وسمارك للملحن محمود عبد الكريم، غنيت محمد عبد الكريم، غنيت يعني موشح مثلا، يعني قصيده موال دمشقي نزار قباني والحان اخوين رحباني كمان. حاولت نفتتح فيها الحفل. يعني المهم نكون مشاريع كبيره واكثر اكثر الايام الجايه. نكون مشاريع سوريه بامتياز اكيد. دائما هذا الشيء اللي كل السوريين وكل المواهب السوريه دائما مفتخرين انه نحن من هون ومن سوريا. أكيد. خلينا نسمع منك شيء هيك دائما. يلا. حابين نسمع شيء للمغتربين. للمغتربين يلا. يلا. يعني هي بتلامس المغتربين الاغنيه. تفضل. كانوا الحبايب كانوا برا الدار، تترك على باب الحلو تسكار. كانوا الحبايب كانوا برا الدار، تترك على باب الحلو تسكار. بقت ورد بتذكرن فيي، لولا شافوها بيفهموا شو صار، وبيفهموا انه الورد مني، وبيعرفوا اني وفي واني باقي عواد الحب مستني. راجع إلن لو طول المشوار، بيعن جوري وبيعن فل، بيعن
كل شي بعمري ضل بيعن جوري وبيعن فل بيعن كل شي بعمري ضل كنو الفي قبالك طل قلو شو اشتقت وحنيت دخلك يا بي عالورد انت الباقي وانا فليت دخلك يا بي يا عالورد انت الباقي وانا فليت. شكرا كثير ليندا. صادر بالختام هيك يعني نحن انبسطنا بوجود شاب دكتور من قريه البيضاء، اكيد مثل اهل البيضاء مفخورين فيك ونحن ايضا فخورين فيك. كلمه اخيره بتحب توجهها معايده او اي شيء بتحب توجهها؟ معايده اكيد ينعاد على الكل، على كل سوريا بالخير والصحه يا رب، ونحن بحاجه امثله كثيره مثل الوالد، بحاجه اضاءه اكبر على متلازمة داون أو أي حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكيد كل المحبة للجميع. نعم أكيد نقول لعمو جهاد ولطانت أم صادر ينعاد عليك. ينعاد عليكم بألف خير. أكيد يعني مثل بدنا نوجه لهم أكيد تحية ونقول لهم إنه ربيتوا شمعة بتجنن. شكرا يا صادر. أكيد ليندا شو كيف بتحبي تختمي اليوم؟ شو الكلمة اللي حابة توجهيها اليوم نحن موجودين مثل ما قلنا بالبيضة؟ بدي أقول ينعاد عليكم بألف خير. يمكن صارت الحب والسلام وصفاوة القلوب هي أهم أمنية بنتمناها لكل الناس، فإن شاء الله ينعاد على الكل بالحب والسلام وصفاوة القلب. ليندا نحن صح هيك ختمناها بكلام جميل منك، ولكن أكيد نحن ما رح نختم حلقتنا إلا ما يمكن يجاينا هيك ضيوف من على الطريق. يلا مين هنن؟ كشاف كنيسة مارسيرجوس قرية البيضاء هلا رح يكونوا معنا. أكيد عم نشوفهم على الكاميرا. صح يعني نحن حاليا عم نشوف كشاف كنيسة مار جرجوس بقيادة إيباء موسى قائد الكشاف. أكيد يعني هلا لي حد تروحي لعندهم. هن جايين لعنا أكيد. دائما
اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، كل عام وانتم بخير. شو هالعرض الحلو، صباح الخير ايباء. صباح النور هيك على الكاميرا. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير، ينعاد عليكي. اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا فينا عندكم. يعني شفنا يمكن هذا العرض الجميل لكشاف كنيسة مارجوجوس في قرية البيضة. خلينا نحكي عن الكشاف اكثر، خلينا هيك نتعرف على الصبايا والشباب يلي هن موجودين باعمار مختلفة. هلا نحن كشافنا الحمد لله قديم كثير، يعني صرنا يمكن توقع بالضبط من 84. رجعنا هلا رجعنا جددناه شوي، احيانا الكشاف من شيء 4 سنين، والحمد لله الكل عنا داعم. يعني نحن كشافنا ما وقف، بس يعني عملناه من جديد. الجمعيه، الكنيسه، كله عنا بيساهم، جماعات التعليم الديني كله عنا، من التبرعات لكادر لشباب لصبايا. شبابنا حتى اعمارهم كله مختلفه، يعني بتلاقي 10 11 بكالوريا، جامعات بخفوا شوي لانه كله على جامعته برا الضيعه، ومنشتغل بالامكانيات الموجوده الحمد لله. يعني بقى نحن ما حناخذ كثير من وقتك، بس هيك خلينا نحكي. يمكن الكشاف دائما مثل ما انه معروف، هيك خلينا هيك نقرب كشاف. مرحبا. كشاف مثل ما معروف دائما بكل المناسبات موجود، وخاصه يمكن هلا بفتره اسبوع الالام كنتوا دائما عندكم عروض، وبكره عندكم رح يكون عروض، وبالشعنينه كان عندكم عروض. خلينا نحكي يمكن كيف بتتدربوا وكيف بينتسبوا الشباب صبايا بالضيعة للكشاف. هلا نحن بالنسبة للتدريب، تدريباتنا أسبوعية، يعني كل سبت عندنا اجتماع إجباري. للانتساب يعني بلاد ضيعة من صف الرابع خامس، اللي عنده موهبة اللي عم ينتسب بيتدرب عنا، وطبعا يعني مو ضروري يكون هالموهبة، يعني ما الإمكانيات الموجودة. نحن نطلع كيف بنحضر؟ تدريباتنا في عندنا شيف جود على الترومبيت، الشيف الياس. يلا رح بس صبح عليهم. صباح الخير، يسعد صباحك. صباحك، كل عام وانت بخير، ينعاد عليكم. وعليكم. يعني هيك خلينا هيك هيك على السريع، من كل حدا بدي اخذ كلمه عن الكشاف. شو يعني كيف بتتدربوا؟ نتدرب، نجتمع بساحه الكنيسه، تدريب جماعي كل يوم، كل اسبوع مره. وبشكل مكثف في فتره الاعياد. تماما، حسب بقى كل واحد هو دراسته كيف بيفضى وكيف بده. نعم، شكرا كثير لك. ما مين الصبايا بيحكي؟ صباح الخير. صباح النور. هيك قربي شوي لعندي، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. يعني صبية وبتعزفي على الطبل، وشفنا كيف عم تعملوا عروضة ايضا. قديش بتحبي ضيعتك وقديش بتحبي الكشاف وقديش بتنبسطوا لما يمكن بتمشوا بالضيعة وبتتجولوا فيها وبتصيروا بتدقوا؟ كتير، وانا إلي الفخر اني انا بهي الضيعة واني منتسبة للكشاف، لانه هو يعني هو اساس الضيعة، يعني هو بيطلع بكل شيء، بكل حزن، بكل فرح بقى لهيك. نعم. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. ينعاد عليك. وعليك. كل عام وانت بخير. بخير. ينعاد عليكم للكل. يبقى انا رح اترككم هلا مع معزوفه ثانيه، وشكرا كثير لحضوركم اليوم معنا اكيد بالحلقه. شكرا لك.
شكرا كثير لكم، خليكم معنا هيك هلا مشان بس نخلص نشوفكم على رواق. شكرا كثير لكم. قد ايه حلوين نرمين؟ حلوين كثير كثير، يعني بهي الحلقه شفنا يمكن الكل اكيد وضافوا هيك لمسات خاصه لحلقتنا. صحيح نرمين، وهلا الختام ختام مسك مسك الختام. صادر شكرا لك عن جديد، وايضا بدنا نتشكر نرمين كل الناس، وبدنا نتشكر ليندا. وليندا هلا رح نختم معك بصوتك الجميل وايضا كل فريق العمل. شكرا لكم، شكرا على الجهود، شكرا لاهالي قريه البيضاء على الاستضافه. بدنا اكيد كمان نوجه تحيه للطنط ام ليندا كمان يلي استقبلتنا اليوم عندها، لكل شباب وصبايا الضيعه يلي موجودين معنا فردا فردا. شكرا كثير لكم على الاستضافه. ونرمين اكيد كمان ليا بدي اتشكر كل كادر الاخباريه السوريه ولكل الاشخاص يلي كانوا معنا مستمرين بحلقاتنا من حما. وبكره احضروا من وين راح نكون لتعرفوا، راح نكون بحلقه ايضا مميزه. اكيد بدي اتشكر الكل. يلا نختم مع ليندا. وطني يا جبل الغيم الازرق، وطني يا قمر الندي والذنب، يا بيوت اللي بيحبونا، يا التراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. وحياتك وحياة المحبة شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي، ايام اللي جاي جاي فيها الشمس.